بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تطرقنا في المحاضرات السابقة إلى بعض استراتيجيات التسعير، ونواصل في المحاضرة الحالية، المحاضرة 11، التي تتعرض لبعض الآخر من هذه الاستراتيجيات. نواصل في هذه المحاضرة التعرض لبعض الاستراتيجيات الثانية، وأساسا استراتيجية الأسعار وفقا لمنهج الكلف، استراتيجية السعر التفاضلي، استراتيجية التسعير المرتبط بنفسية المشتري، واستراتيجية التسعير الجغرافي، واستراتيجية التسعير الإداري. وربما تكون طريقة تحديد الأسعار وفقا لمنهج التكاليف هي أكثر الطرق استخداما، وتضمن هذه الطريقة حساب كل التكاليف المرتبطة بالإنتاج والتسويق والتسعير حسب نقطة التعادل. طبعا لا يخفى على أحد منطق الاقتصاد أو المنطق الاقتصادي الذي يعتمد على التكاليف، ولا يخفى على أحد أن السعر هو طريقة بالنسبة للمؤسسة لاسترجاع القيمة التي وضعها في منتج معين خلال مختلف مراحل الانتاج، وبالطبيعة هذه القيمة سوف تترجم عمليا وماديا عن طريق التكاليف. إذن فبالنسبة لاستراتيجية الأسعار وفقا لمنهج التكاليف، سوف نجد أولا السعر أو التسعير حسب الطريقة الكلية، وهذه الطريقة تحمل كل التكاليف الإنتاج المباشر إلى منهج التسعيري، حيث يتم التسعير على أساس التكلفة الكلية، ويكون سعر بيع الوحدة مساوي لإجمالية التكلفة للوحدة المنتجة، مع بطبيعة الحال هامش من الربح. المشكلة هنا يقتضي أن تكون المؤسسة على معرفة تامة بمختلف أبواب أو مكونات التكلفة. الطريقة الثانية هي سعر التكلفة أو سعر التكاليف التراكمي أو تسعير التكاليف التراكمي. وفي هذه الطريقة تتفادى المؤسسة التخصيص الافتراضي للنفقات الثابتة باستعمال التسعير التراكمي. الطريقة الثالثة هي طريقة نقطة التعامل أو نقطة التعادل، حيث يبحث متخذو قرار التسعير عن النقطة التي تتعادل فيها الأسعار عند النظر في الأسعار المختلفة والممكنة لأي سلعة عند هذه النقطة، والتي هي معروفة بنقطة التعادل، أي النقطة التي انطلاقا منها يكون سعر البيع مساوي لسعر التكلفة، أي يكون نقطة الربحية التي تساوي صفر. ونقطة التعادل هي تحدد بقسمة التكاليف الثابتة على السعر إلا التكاليف المتغيرة. هذا إذن بالنسبة لاستراتيجية الأسعار وفقا لمنهج التكاليف. فيما يخص استراتيجية التسعير التفاضلي discrimination strategies، يتضمن هذا النوع من التسعير وجود سعرين أو أكثر، حيث لا تعتمد الفروق في الأسعار على الاختلاف في التكاليف، بل تعتمد على الاختلاف في مختلف زوايا أو نواحي السوق المستهدفة، أو على الاختلاف في مختلف مسالك توزيع تم اتباعها، أو على الاختلاف في الاختلاف بين مختلف مناطق جغرافية تسوقية وقع اعتمادها. وهنا نلاحظ وجود تسعير حسب قطاعات السوق، أي
تضع المؤسسة أسعار تحقق أهدافها داخل كل قطاع، يدفع لزبائن داخل كل قطاع، وبهذه الطريقة يدفع الزبائن أسعار مختلفة حسب القطاع الذي يتواجدون فيه لنفس السلعة ولنفس المنتج. ثانيا التسعير حسب شكل السلعة، وهنا يتم تسعير أنواع مختلفة من نفس السلعة بشكل مختلف، لأنها ليست دائما بنفس نسبة الفروقات في من حيث التكاليف. فقد تطرح شركة ما، مثلا شركة سيارات، نوعين من السيارات، أحداهما تتضمن جهاز تكييف بينما الأخرى لا تتضمن جهاز تكييف، أو أحداهما تتضمن ميزة خاصة ليست موجودة في الأخرى. ومن هنا تكلفة تصنيع المكيف أو تكلفة تصنيع الميزة الأخرى هي تكلفة لها حد أقصى، لكن حد التكلفة هذا سوف يكون أكثر أقل بكثير، أو الفرق في التكلفة سوف يكون أكثر أقل بكثير من الفرق في الأسعار، بحيث إن كانت الميزة أو الخاصية المميزة لموديل من السيارات مثلا تكلفتها 100 ريال، فإن السعر يمكن أن يكون مختلف 500 أو 600 أو 700 ريال. النمط الآخر هو التسعير الموسمي، وهنا تتبع المؤسسة طريقة تسعير حسب موسم ذروة أو ارتفاع أو تغير الطلب بصفة عامة، وهذه الطريقة تشجع الطلب عن طريق تخفيض الأسعار لاحتواء الطلب عندما يكون كبير وربما يفوق العرض. عفوا، تخفيض الأسعار لاحتواء الطلب عندما يكون ضعيف أو بعيد على العرض كالتخفيضات الموسمية أو غيرها، والعكس عندما يكون الطلب كبير ويفوق العرض فيقع بطبيعة الحال ترفيع في الأسعار. نوع ثالث من الاستراتيجيات هي الاستراتيجيات التسعير المرتبطة بنفسية المشتري، وهذا ما يعبر عنه بالبسيكولوجيكال برايسينج، وإلا هو اكسبتنس برايسينج. وهذه العملية من التسعير لها أبعاد نفسية واقتصادية، من الضروري أن يضعها المسوقون في اعتبارهم وفي اعتباراتهم عندما يقررون أو يتخذون قرار التسعير. وتتضمن هذه الأبعاد النفسية التسعير وفق الجودة، والتسعير الشاذ، والتسعير حسب خط الإنتاج، والتسعير المعتاد، وكل هذه الأنماط هي أنماط تعتمد قصد التأثير على عواطف المشترين. بالنسبة للتسعير وفق الجودة، فعندما لا يستطيع المشترون الاطلاع على الجودة عن طريق فحص السلعة بأنفسهم أو بخبرتهم السابقة، لأنهم يفتقدون الخبرة أو يفتقدون المعرفة بالعلامة، يصبح السعر في هذه الحالة هو المؤشر، وهو يدلهم على نسبة الجودة. فكلما كان السعر مرتفعا، كلما اعتقد المستهلك أو المشتري أن المنتج ذا جودة عالية، وكلما كان السعر منخفضا فسوف يحكم هذا المشتري على الجودة بالتدني. إذن المفارقة هنا هو عندما لا تكون للمشتري دراية أو معرفة بالمنتج وبخصائصه وبعلامته إلى آخره، سوف يحكم عليه بما يقبل بمستوى التسعير.
لو السعر مرتفع معناه ان الجوده جوده طيبه، والسعر متدني معناته ان الجوده مترديه. ثانيا تسعير خط الانتاج، وهنا يقع استعمال عدد محدد من الاسعار، وغالبا ما يسوق في معظم المؤسسات، ما يسوق في بعض المؤسسات العديد من السلع، ولذا يجب على الاستراتيجية التسويقية الفعالة أن تضع اعتبار للعلاقات بين خطوط الإنتاج بدلا من التعامل مع كل سلعة على حدة. ويعتبر هذا النوع من التسعير، وهو تسعير خط الإنتاج، عملية لتسويق البضاعة وفق عدد محدود من الأسعار. ثالثا التسعير المعتاد، وهي طريقة المحافظة أو الحفاظ على السعر، إذ يواجه المسوقون في بعض أسواق السلع المنخفضة السعر مثل منخفضة السعر مثل سلع الخضروات أو سلع المواد الأولية بصفة عامة والأساسية، مقاومة شديدة من قبل المستهلكين لأي زيادة مهما كان صغرها أو ضعفها في الأسعار. وفي مثل هذه الحالة تتبع استراتيجية عامة للحفاظ على سعر الوحدة دون تغيير، مع تخفيض حجم الوحدة، وهذه الطريقة من التسعير يطلق عليها اسم عملية التسعير المعتاد. رابعا وأخيرا استراتيجية التسعير الجغرافي أو جيوغرافيكال برايسينج، وهنا تأخذ الاعتبارات الجغرافية دورها وتؤثر في بعض الأحيان على قرار التسعير، وهذا التأثير سوف يخص خاصة وسوف يخص العمليات التجارية الدولية حسب في طبيعة الحال جدول ما يعبر عنه بشروط التجارة الدولية للإنكوتيرمز. وهنا يمكن أن نميز بين البعض، خاصة أن هذه عملية التسعير الجغرافي تتضمن حاليا حسب القوانين الدولية ما يقارب عن 13 نمط من التسعير. أولا سعر الفوب، فوب أي فري أون بورد، وهنا يدفع المستهلك في هذه الطريقة بنفس سعر المصنع، حيث توضع السلع التي توجه إلى التصدير على وسيلة النقل، ومن هذه النقطة تحول ملكية السلعة إلى المشتري أو العميل الذي يقوم بعد ذلك بسداد كامل تكاليف السلعة مع تكاليف نقلها، وتحدد هنا عقود البيع تعبيرات مثل فوب بسعر المصنع أو فوب الجهة المرسل إليها البضاعة إلى آخره. ثانيا تسعير التسليم الموحد، ويعتبر التسعير التسليم الموحد أو التوصيل الموحد نقيضا لسعر الفوب، وفي هذه الحالة تطبق المنشأة السعر داخل المنطقة، ويشتمل سعر البيع وفق هذه الطريقة على رسوم نقل لا تحدد بوضوح إلى المشتري، وتمثل متوسط تكلفة النقل الكلية، وتتميز الطريقة بسهولة إدارتها. ثالثا التسعير حسب المنطقة، ويقع التسعير حسب المنطقة بين تسعير فوب وتسعير الموحد، وتحدد الشركة عددا من المناطق الجغرافية، يدفع الزبائن داخل كل منطقة جغرافية سعرا موحدا، ويكون هذا السعر أعلى في المناطق البعيدة، ويمكن أن يعمل هذا النقاط بصورة جيدة. ورابعا وأخيرا التسعير لامتصاص تكاليف النقل، وهنا البائع الذي يجتهد ليخلق علاقة تجارية مع زبون معين أو منطقة جغرافية محددة قد يمتص كل أو جزء من تكاليف النقل، وقد يفكر البائع بأن اكتساب مزيد من العمل التجاري يؤدي إلى تخفيض متوسط التكاليف. هذه إذن مجموعة الطرق الأخرى للتسعير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.